لا شك أخي الفاضل أنك تذكر نفس هذا الإجراء حدث من المجلس الدولة الموهوم للأسف الشديد عندما تخطى برنامج الاتفاق السياسي وأعلن عن نفسه أنه تولى عملية تشريعية لأن مجلس النواب طبعا في ذلك الوقت غير قادر على الانعقاد ذلك الاجتماع التشاوري، ورأينا الاستهجان الدولي من هذا الأمر. الصمت الدولي على هذه الخطوة توحي بأن هناك إعازات من الخارج في اتجاه هذه الخطوة، وهنا هو الإشكال، لأنهم وقعوا في إشكال كبير جدا. أن حصر لا يريد أن يلتقي بكوبلا، المجلس النواب لا يريد أن يوقع على الاتفاق السياسي، الطرف هنا تنازل إلى أبعد الحدود، طرف مجلس الدولة يلتقي بعقيلة صالح ويلتقي في مشاورات مع أعضاء مجلس النواب، وبالتالي أقصد مجلس النواب القابعون في طبرق ولا أقصد القابعون في طرابلس. أيضا ما نراه من بعض التصريحات بأن حفتر لا يمثل إشكالية إن كان قد التزم بالقيادة السياسية. أليس حفتر الآن بالفعل تحت قيادة سياسية هي قيادة البرلمان، وتحت قيادة العملية الكرامة بالكامل، تحت قيادة النواب الذين يريدون أن يفعلوا هذا البرلمان في طرابلس؟ أليس هم من أعطى الشرعية لحفتر؟ وبالتالي كل ما يقوم به حفتر من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب هي ليست معلقة في رقبة حفتر، بل هي معلقة في رقبة كل عضو من أعضاء البرلمان منح هذه العملية الشرعية، لأنهم كانوا سياسيين في ذلك الوقت وهي قيادة سياسية وحفتر تحت هذه القيادة السياسية. فماذا يريدون غير هذا الأمر؟ إذا كان هذا الأمر هو الواقع بتصريحاته في البداية حفتر خارج المشهد، ثم الآن حتى في المشهد إذا كان هو تحت القيادة السياسية، هو بالفعل تحت القيادة السياسية وليس قيادة سياسية قيادته، هذا أمر. الأمر الثاني كان من باب أولى حلا للنزاع وتقريبا للمصالحة الوطنية، النواب الذين جلسوا أو أرادوا أن يقسموا البرلمان ويأتوا إلى طرابلس كان من الأولى بهم إخراج بيان أنهم يتبرؤون من عملية الكرامة وأنهم متراجعون في منح الثقة لهذه العملية التي كانت قبل توليهم هم للسلطة. كان هذا من باب أولى إن كنا نفكر حقيقة في الدولة، ولكن أعتقد أن هذه الخطوة أتت من أجل تمكين هذا الاتفاق المشبوه، ولم تأتي من أجل صالح المواطنين ولا من أجل صالح الإنهاء على حفتر أو الإنهاء على البرلمان، ولكنهم أمام إشكالية حقيقية أن المصرف ليبيا المركزي لا يريد أن يصرف ميزانية بدون قانون، والقانون لابد من جهة تشريعية تشرع لهم. هناك اتفاقيات دولية وقعها المجلس الرئاسي، ولكن حتى تكون سارية المفعول لابد أن يكون هناك نواب عن الشعب هم من يوقع على هذه الاتفاقيات، وإلا ستكون حبر على ورق، لأن الحكومة لا تساوي شيء في الاتفاقيات الدولية. إذن الخطوة هي خطوة بإعاز دولي ولم تكن خطوة داخلية. طيب.